افترض ان حد يتكلم او يقول وجهه نظره حتى لو كان رئيس هذه المنظومه وهو مثلا الكابتن حسين لبيب، مجرد ان يقول وجهه نظره او رايه او سلوجان حطه لنفسه لناديه، حضرتك رفضت ده رفض قاطع. ليه؟ من حقه يا فندم، انت يا فندم عادي يقول، هو قال خلاص مفيش مشكله، وانت شايف نفسك اعظم نادي في الكون، حقك والله براحتك. انما انا شايف لا، ما فيش حد، ما حدش يقول، وهجوم وبرامج تطلع وبدات بقى تطلع الاحصائيات وبتاع. لا، انا بقول لحضرتك من حق رئيس نادي الزمالك ان يقول ما يشاء طالما انه ليس هناك اي تماس او اي تجاوز او اي اشاره من قريب او من بعيد في حق النادي العريق المحترم الكبير النادي الاهلي، حقه. وهو نفسه الكابتن حسين لبيب ومجلس ادارته الذين افترشوا السجاده الحمراء للاسطوره العظيمه نجم النجوم ام كلثوم الكوره في مصر، عبد الوهاب الكوره في مصر، محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب اللي دخل نادي الزمالك بيته الثاني عادي جدا. كابتن محمود الخطيب ده اسطوره، ده رئيس النادي الاهلي، يشرف اي حد وينور اي مكان. فلما يدخل لاخوه كابتن حسين لبيب ومجلس الاداره، اهلا وسهلا، بيته ومطرحه وتتفرق، اه طبعا حقه وقدره طبعا. هل بقى نقول لا اصل هو ما اصل قال اعظم نادي في الكون فما ينفعش؟ لا، هو شايف كده خلاص، اهلا وسهلا، ايه المشكله؟ وبرضه اهلا وسهلا للكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وكبير العائله الزملكاويه، من حقه ان هو يشوف ان الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، وان راى ذلك فهو محق، وجهه نظره. اهلا وسهلا برضه. ما تزعلش، تزعل ليه؟ الزمالك خد السوبر، ما تزعلش. ازعل ان انت خسرت الماتش كمشجع اهلاوي، بس افرح لاخوك عادي جدا، وسيبه يفرح زي ما انت فرحت بقفشه، سيبه يفرح بمنسي عادي يعني، ايه المشكله؟ ولا ايه؟ ولا ايه؟ النهارده في موضوع بعيد شويه قبل ما اطلع للفاصل، وهيبقى معايا دلوقتي احمد القصاص صديق واخويا على التليفون، لان انا في موضوع، انا بصراحه انتوا عارفين ان انا راجل متعاطف دايما مع الانديه الشعبيه والجماهيريه، وانا قلت لكم ان راجل جاي من هذه البيئه، مش عايز اقول الفقيره، ولكن انا جاي من هذه البيئه اللي هي شبهي. انا راجل اتربيت في محافظة الغربية، تربية ريفية شعبية، بقول الكلام ده مليون مرة. فأنا راجل تربيت في محافظة الغربية في قريتي، قرية ميت المخلص ومدينة الصنطة. مش عشان الصنطة نادي بيلعب في الدرجة الرابعة ليه مظلمة في اتحاد الكورة، بس ده من حقهم عليا، ومش مش من حق نادي الصنطة بس، من حق نادي الصنطة ومن حق سمنود لولاها برضو مظلمة مع نادي الصنطة في دوري الدرجة الرابعة، هتكلم عنها بما يرضي الله.